سخانه كبيره، وعلاش لا باش نسجلوا ارقام قياسيه جديده فين غدوه ان شاء الله في مناطق الجنوب الغربي. غدوه نتوقعوا الحراره القصوى باش توصل الى مستوى ال 50 درجه في الظل في ولايتي توزر وقبلي. كي نقولوا 50 درجه في الظل راهو في الشمس باش توصل تقريبا لمستوى ال 59 درجه. ناكدوا ديما على تجنب اوقات الذروه الحراريه بالنسبه ممكن ولايتي قفصه وايضا القاسريه، ممكن باش توصل المستوى الارقام القياسيه اللي تميز الفتره هذه. بالنسبه لبقيه المناطق ان شاء الله بنسجلوا تراجع طفيف في درجات الحراره غدوه في الشمال وفي الوسط اخر نهار مع هبوب التيارات الهوائيه الشماليه وبوادر الانفراج والانخفاض هذا ان شاء الله باش يكون ملموس اكثر خلال نهار الجمعه. ان شاء الله التيارات الشماليه باش تشمل بصفه تدريجيه اغلب المناطق، ان شاء الله باش تطيح سخانه. وبدنا نحكيوا على سخانه نحكيوا على البحر، مادام نحن تو في شهر جويليا متوقع نشاط الرياح غدوه في شواطئنا الشماليه وفي المناطق الساحليه الشماليه. البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب والسباحه ممكنه مع ملازمه الحذر صباحا وممنوعه اخر النهار. بالنسبه للشواطئ الشرقيه لبلادنا فما شويه موجه اخر النهار لكن بحول الله ما تقلقش. وبالنسبه للايامات القادمه بعد غدوه بعد غدوتين البحر يكون مضطرب والسباحه ممكنه مع ملازمه الحذر. ربي يعطينا قد ما نطيق وان شاء الله تعدى الفتره هذه على خير وان شاء الله القادم افضل باذن الله.